هل يوجد فرق بين اليهودي والنصراني؟ من كيف خلق لكن يتعرفين بين يهود والنصارى؟ يوجد؟ من ايه؟ يوجد فرق بين اليهودي والنصراني أو لا يوجد فرق؟ بسوط هاتا من يتعرفين بين يهودي والنصراني كيف خلق لكن يوجد؟ نعم يوجد في الاعتقاد، في الصلاة، في اللباس، نعم بدنا كيف من كيف خلق لكن تين كنون كو جملو تين كنون كا ប្រតិបត្តិ ទាំង ក្នុង សម្លៀក បំពាក់ និង អ្វី ផ្សេងៗ ទៀត طيب لابد ان المسلم لا يكون كالمشرك لا يكون كاليهودي لا يكون كالنصراني ពុទ្ធជន المسلم មិន ត្រូវ ធ្វើ ដូច ជន المشرك ឬ ដូច យ៉ាហ៊ូឌី ឬ នស្រ៉ានី ឡើយ نعم كما اننا نفرق بين اليهودي والنصراني لابد نفرق بين المسلم واليهودي والنصراني الفرق في الاعتقاد والفرق في اللسان يقول هذا انه مسلم ويقول هذا نصراني فالسلام انه كافر فرق في اللباس نعم